لاعب على لاعب المعز يرسل كرة زعيم الهدافين أولونغا زعيم الهدافين أولونغا يعطي المقدمة للطوفان ومن غير أولونغا قادر على أن يفعلها لكن هذه الإعادة وهذه اللقطة وهذا المعز الذي نجح في أن يتحرك بشكل صحيح هذه هي قيمة أولونغا هذه هي قيمة هذا الوحش في خط مقدمة الحيل يصل إلى الهدف رقم 17 بي يعني أطراف أصابعه نجح بأن يتابع هذه الكرة ليظهر بعد أن غاب الشبح يظهر الشبح يظهر غاب طوال ممتاز في التغطية للكرة ما دبوا يبعدها لكن ليس بشكل صحيح مجدي الله عودة لكن كيف عودة لكن غير عودة لكن هدفي كيف يا مجدي الله على هذا الصاروخ من غادي المسافة البعيدة بكل قوة بكل قوة بكل غضب طلقة الغضب التي تعيد الشواغل للقاء يا عيني يا مجدي يا عيني يا كابتن مجدي يا كابتن مجدي قوية صاروخية حارس المرمى